ارحب بالسادة الزوار والضيوف. النوبة حضارة عرفها التاريخ وسوف تظل النوبة تحمل الهوية المصرية. النوبة هي شمس مصر وضيوعها، تنسى وقت الحاجة جراحها وتصمد وتحارب من نفق مظلم كل الألم والجراح، ولكن لا ولن تنسى أرضها وتاريخها وحضارتها ولغتها وتراثها، وتسعى جاهدة لتحقيق الأمل والأمان والحلم العاثر طيلة قرن من الزمان. معا نعيد ضياء النوبة التي بهرت العالم بحروف من ذهب ومن أرض نبت ومن أرض نبت، والتي تعني النوبة ومعناها أرض الذهب. والآن مع كلمة عضو اللجنة الفنية دكتور مهندس محمد عوض بحر أستاذ الهندسة الإنشائية جامعة الأزهر، فليتفضل. في المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحضور الكرام من أهل مصر الحبيبة اللي بتضم أهلنا في النوبة وجميع أهلنا وإخواتنا وأحبائنا من جنوب إلى شمال مصر ومن شرقها إلى غربها، متمثلة في الأحزاب والكيانات التي شرفتنا اليوم بالحضور. بداية وبالأصالة عن نفسي وعن زملائي أعضاء اللجنة الفنية لإعادة توطين النوبيين في أماكنهم الأصلية، الأساتذة الكرام، أتقدم إليكم بهذه التحية وأن ألخص لكم المسألة النوبية. دعوني وأستأذن أهلي أن نسميها المسألة النوبية بدلا من القضية النوبية، الذي يمثل جزء من التاريخ المصري الذي يعود إلى 7000 سنة. أما المسألة النوبية المعاصرة فترجع تاريخيا إلى بداية القرن 19، وتتمثل في حاجة الوطن الملحة لمياه النيل كشريان للحياة. ومن ثم تحمل النوبيين كجزء أصيل من مصر عن المصريين جميعا عبء حل مشكلة تخزين المياه في مقابل تضحيتهم قسرا بضياع أراضيهم وبيوتهم بكل ما تحمله من تراثهم وحضاراتهم ورفات آبائهم وأجدادهم. وبناء عليه كانت الهجرات القصرية الأربعة، ابتداء من إنشاء خزان أسوان 1902 حتى إنشاء السد العالي 1963. وفي هذا الإطار فإن مطلب النوبيين في العودة لموطنهم الأصلي حول بحيرة ناصر كما هو مثبت من التاريخ والمدعم بالوثائق يعد حقا أصيلا وتاريخيا يعود لأصحابه. وإذا نظرنا لمصلحة الوطن الكبير وما تحيك به من مسائل خارجية ومشاكل خارجية، فإن مصلحة الوطن الذي يضم النوبيين كأحد فصائله أن يستفيد من المجتمع النوبي بسماته الديموغرافية التاريخية. ومن هنا نرى أن هذا الموقع الجغرافي الذي يمتد جنوب أسوان على مسافة 350 كيلومتر هو مدخل مصر لأفريقيا، ويمثل بسكانه الأصليين النوبيين بعدا استراتيجيا لمصر يخدم طموحاتها السياسية والاقتصادية نحو العلاقات المصرية الإفريقية. وبناء عليه والمطالب الملح للنوبيين من خلال الكيانات والمتابعة للملف
النوبي، ليس فقط بعد ثورة 25 يناير ولكن من عقود سابقة ألزمت الدولة أن تبدأ وتتحرك في هذا الاتجاه، إلى أن وصلنا لدستور 2014 الذي ألزم الدولة على العمل لإعادة توطين وتعمير بلاد النوبة في أماكنهم الأصلية خلال 10 سنوات. ولذلك كان قرار وزارة العدالة الانتقالية المنوط بها إعداد هذا القانون بفتح الملف وتشكيل اللجنة الفنية من ممثلي الدولة وممثلي النوبة. اجتمعنا من خلال مجموعة من الاجتماعات على مدار حوالي شهرين، ولكني كيف بدأنا الحوار؟ يهمني أنكم تعرفوا كيف كان يفكر أعضاء اللجنة الفنية أثناء الحوار، وبالتالي هو انعكاس لما يفكر فيه النوبيين في جميع ربوع مصر داخل مصر وخارجها. لأي عمل ناجح لابد أن تكون هناك رؤية ثم رسالة ثم عمل خطة استراتيجية. كانت الرؤية التي يفكر فيها المصريين جميعا هو مستقبل مصر رقم واحد، ومن ثم الحقوق النوبية بإعادة التوطين. ولكن إعادة التوطين ليس فقط أن تكون مساكن، ولكن كان مطلبنا الأساسي هو توطين بتنمية مستدامة. تنمية مستدامة تعني أن نستشرف المستقبل بالنسبة للأجيال القادمة، ليس فقط لأبناء النوبة ولكن لأبناء مصر جميعا. ولذلك كان السؤال المهم علشان نحقق هذا المطلب اللي ادى هذا الحق في الدستور، متى يتم وأين سيتم وكيف يتم إعادة التوطين؟ ولذلك كان محور الحوارات من خلال هذه الأسئلة الثلاثة: متى وأين؟ وطرحنا فكرة أين إن إحنا عايزين نرجع ك44 قرية بالإضافة إلى قرى الشلال على امتداد 350 كيلو في أماكن تحددها الدولة طبقا لرؤيتها المستقبلية بالنسبة للاستثمار. ولذلك كنا نعمل جاهدين أن نلحق بما لنا من خبرة ورؤية الدولة بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي. كنا نتمنى أن يظهر هذا القانون وأن نشارك مع من شاركوا في وضع رؤية لمستقبل مصر في هذه المنطقة من خلال تنمية مستدامة. ونحن نعلم أن التنمية المستدامة تعني استشراق المستقبل للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ومحددها الرئيسي هو دائما السكان الأصليين، فنعطي الحقوق للسكان الأصليين. وأهلا وسهلا بمن يأتي بعد ذلك من خلال إخواننا وأبنائنا على مدى ربوع مصر جميعا. في الواقع في القانون أثناء الحوار، وسيتفضل إن شاء الله زملائي بالمناقشة، طلبنا في البداية نحدد مفاهيم أساسية حتى لا نتوه من داخل أروقة القوانين، ومن ثم حددنا 3 أسئلة اللي طرحتها على سعادتكم. تمت المحاورات إلى أن وصلنا للمسودة الثانية التي أيضا لم تحقق طموحات النوبيين، وبناء عليه طلب منا أن نضع رؤية النوبيين من خلال مسودة ثالثة، وبناء عليه وبالتأكيد
التشاور مع جميع الكيانات النوبية وضعت المسودة الثالثة التي بين أيديكم والتي رفعت من خلال وزارة العدالة الانتقالية إلى مجلس الوزراء للدراسة والبحث. نحن نعلم وزي ما شفنا قبل كده في قوانين مجلس النواب إن القانون إذا لم يتم من خلال حوار مجتمعي قوي وبالتالي سيصيبه العوار. نحن نريد أن نستفيد بالوقت، ولذلك كان مهم بالنسبة لنا إن احنا نفتح معاكم هذا الحوار، وجئنا اليوم لنستفيد من خبراتكم وإن احنا نستمع إليكم كثيرا إن شاء الله تعالى. شكرا. الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بالنيابة عن جامعة الكنوز نرحب ونشكر جميع الكيانات من الأحزاب والقوى السياسية والكتاب والمثقفين وأبناء النوبة من كل مكان وجميع من حضر مؤتمر الحواري المجتمع اليوم. ونشكر اللجنة الفنية بما قامت به من مجهود وإنهاء وضع المسودة النهائية وتسليمها لوزارة العدالة الانتقالية، ووصلت المسودة إلى رئاسة مجلس الوزراء. وهذه المسودة تخدم جميع المحافظات الصعيد حتى الوجه البحري، وذلك لإنهاء معاناة النوبيين والحصول على حقوقهم في العودة إلى قراهم القديمة على ضفاف النيل التي تم تهجيرهم منها قسريا، وذلك عام 1764 أثناء بناء السد العالي، والمعاناة مستمرة من عام 1889 ببناء خزان أسوان وتعلياته، وأعوام 1902 و1912 و1933 وحتى الآن لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة. والحقوق النوبية كما تنص المادة 236 على إعادة النوبيين إلى مناطقهم الأصلية ومع عمل مشروعات تنموية. وتنص المادة 63 من الدستور بتاع 2013 بحظر التهجير القسري والتعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تثقل. ونحن نريد أن يعود النوبيين كما تم لأبناء السويس والإسماعيلية بعد الحرب بناء مساكن لهم في أماكن إقامتهم وتمليك المساكن لهم. وهذا المشروع ينص على عمل تنمية شاملة في المناطق النوبة القديمة، ما يوفر فرص عمل يمكن استيعاب النوبيين وجميع محافظات الصعيد المجاورة لأسوان، ويلغي البطالة الموجودة في جميع محافظات الصعيد، وهم مضطرون للتوجه إلى القاهرة والمحافظات الوجه البحري لإيجاد فرص عمل لهم. وفي حال التنفيذ التنمية في مناطق النوبة القديمة يحدث العكس، يتوجه الوجه البحري لبحث فرص عمل في الجنوب. أن تستخدم الحكومة مع النوبيين نظام حق، بخصوص استخدام الحكومة مع النوبيين نظام حق الانتفاع للمساكن والأراضي، إننا نقول للحكومة إننا مصريون، والمادة وأساس مصر النوبيين والأقباط، عشان برضو إحقاقا للحق، يبقى أساس السكان للمصريين الأساسيين النوبيين والأقباط. والمادة 33 من الدستور المصري 2013 تنص بأن تحمي الدولة الملكية بجميع أنواعها الثلاثة: الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية. والملكية الخاصة مصونة
إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، وذلك وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وذلك مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، مصونة وحق الإرث فيها كمان. وعليه من الدولة لإصدار القانون الغائب عن النوبيين طيلة 50 عاما أو أكثر، وذلك في الحكومات المتعاقبة دون حل. ونرجو من الله أن يوفق الدولة في تنمية شاملة ونجاح المؤتمر الاقتصادي ليوفر العمل للشباب وإنهاء البطالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين الصادق المصدوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اسمحوا لي حضراتكم في البداية بس إن أنا أشكر اللجنة المنظمة لهذا الحوار المدني الجدي وهذا الطرح الجيد لمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية. كما أتقدم بالشكر للحضور جميعاً، والحقيقة أن أنا باعتباري واحد أو بعتبر نفسي واحد منكم، والحقيقة أن أنا مهموم بهذا الموضوع كشأن أي شخص من حضراتكم، وكلينا فيه قبل كده لقاءات، وسبق أن احنا أقمنا بعض الدعاوى القضائية في هذا الشأن. وهذا الموضوع في تقديري له جانبين. الجانب الأول هو جانب عملي وواقعي، والجانب الآخر جانب قانوني. فيما يتعلق بالجانب العملي، فحضراتكم هي هذه المشكلة عشناها ونعيشها منذ 1889 تقريبا، يعني من بداية القرن 19، وتعاقبت حكومات كثيرة جدا، والمطالب تم أبناء الأخوة أبناء النوبة تقدموا طلبات كثيرة جدا لكل حكومة بتيجي في بعض الوعود، ولكن في النهاية لن نحصل على حل حاسم وعادل وجذري لهذه المشكلة. ولذلك أتساءل إلى جميع المسؤولين، لم يأن الأوان لحل هذه المشكلة التاريخية التي لها جذور من القرن 19 حتى الآن؟ أعتقد الإجابة على هذا السؤال هو في الجانب الآخر اللي هو الجانب القانوني أو الدستوري. الحقيقة في الدساتير المصرية السابقة لم تتضمن أي نص على هذا الحق. أبناء النوبة باعتبار أنهم أو أنهم فصيل وفئة من الشعب المصري، من صميم هذا الشعب، لهم حقوق وعليهم التزامات. عندما احتاجت مصر إلى عطاء النوبيين تم تهجيرهم من أماكنهم، وكان بصدر الرحب من أبناء النوبة، فلم يبخلوا على مصر عندما احتاجت الأرض والمكان لبناء الخزان والسد. فالحقيقة كان هناك عطاء، وفي ظل الظروف الحالية وإذا كان هناك مكان موجود فعلا، فلماذا
لا نعيد الحقوق إلى أهلها وتؤول هذه الحقوق إلى أصحابها، خاصة وأن المشرع الدستوري ولأول مرة في الدساتير المصرية في الدستور الحالي نص في المادة 236 صراحة على تشكيل هذه اللجنة، وأن يتم ذلك بقانون. وبالتالي المشرع الدستوري وضع التزام حاسم وواضح وصريح على المشرع العادي أن يسن أو يصدر قانون. هذا القانون يقوم بتنظيم مسألة إعادة الحقوق إلى أهلها أبناء النوبة، فهذا الالتزام التزام صريح. وعندما يلزم المشرع الدستوري المشرع العادي بمثل هذا الأمر فلا مجال للسلطة التقديرية للمشرع. إذن هناك التزام دستوري على المشرع أن يقوم بإصدار قانون لتنظيم هذه المسألة. ومن ناحية أخرى فإن تنظيم هذه المسألة لن يكون بأداة أقل من قانون. إذن نحن الآن بصدد، هناك في مشروع قانون مقدم، هو الحقيقة عمل جيد وعمل ممتاز، وإن كان لا يعطي جميع الحقوق لأبناء النوبة ولكنه على الأقل يعطي الحد الأدنى، هذا الحد الذي يستطيع معه أبناء النوبة العيشة عيشة كريمة في أرض مملوكة لهم، في تنمية مستدامة زي ما قال الدكتور مقال. المسألة مش مسألة بيت ولا أرض، لا، مسألة تنمية، مسألة مكان فيه مشروعات. هذه المشروعات يخصص جزء كبير منها لأبناء النوبة. والحقيقة أنا بدعو من هذا المنبر وفي هذا اللقاء الطيب، أنا بدعو جميع المستثمرين من أبناء النوبة وأبناء أسوان أن يعودوا إلى جذورهم وأن يستثمروا جزء، حتى مش لازم كل أموالهم واستثماراتهم، ولكن على الأقل جزء من هذه الاستثمارات التي، وإحنا عندنا الحقيقة رجال أعمال وطنيين كتير جدا وعندهم يعني بعض الأموال، فما فيش ما يمنع أن هو يخصص جزء من استثماراته في بلده في أسوان. فإحنا محتاجين هذه المشروعات. وحتى لا أطيل على حضراتكم، فأنا في النهاية بأوصي يعني رجاء إلى جانب هذه اللجنة القيمة، والحقيقة هم يشكروا على المجهود اللي بذلوه في هذه المسألة، ولكن أنا بأستأذن حضراتكم في هذا أو في هذه التوصية بأن نشكل إلى جانب اللجنة أو لجنة التواصل الاجتماعي مع المؤسسات الحكومية ومؤسسة رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء ما إلى ذلك، ولكن أرى تشكيل لجنة قانونية. هذه اللجنة تتولى مسألة عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء ورئيس الدولة باعتباره قائم بالسلطة التشريعية حاليا، ومتابعة الجهات المعنية لإصدار هذا القانون. الحقيقة الحاجة الثانية برضو، احنا محتاجين تضافر جميع او جهود جميع ابناء النوبة وابناء اسوان وابناء مصر، لان هذا المشروع او هذه المسألة لا تخص ابناء النوبة فقط ولكنها تخص مصر جميعا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. انا مش عايز اطيل على حضراتكم واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم. اولا انا بشكركم تماما للدعوه الكريمه اللي تمت لاهلنا في النوبه. ونحب نتكلم عن نقطه اساسيه، هي ان ثوره 25 يناير و30 يونيو اقامت على عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. والأساس في هذا أن احنا نعمل سويا ونعرف ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات.
أهلنا في النوبة دفعوا ثمن الواجبات في المراحل السابقة بداية من الفراعنة حتى اللحظة التي نعيش فيها، فبالتالي كانت تسمى أرض النوبة بأرض الذهب، فكانت المنجم الأساسي لمصر لصناعة تاريخها على مر العصور. كما نتكلم عن حياة أهل النوبة ولغتها العظيمة في حربنا عام 1973، وما تم من اختيار أحد لهجات ولغات النوبة في تضليل العدو الصهيوني، وبالتالي نتكلم عن مشاكل أهلنا في النوبة بداية من خزان أسوان حتى بناء السد العالي. واليوم نقف جوارا إلى أهلنا في النوبة في حقوقهم كما دفعوا ثمنا في واجباتهم، فنحن نقف معهم في نضالهم في واجباتهم في الوقت الحالي. وبالتالي أعلن كرئيس رابطة معاقين مصر تضامننا الكامل مع الحقوق المشروعة لأهلنا في النوبة، ونحن كيان واحد لنا حقوق وعلينا واجبات، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا. السادة أعضاء اللجنة الفنية النوبية، السادة الضيوف الأعزاء، أهل النوبة الكرام، أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. أولا أحب أوجه رسالة لكل مصر، رئاسة، حكومة، أحزاب، كل المصريين، بأن أهل النوبة مع أمن واستقرار مصر. أهل النوبة مع أمن واستقرار مصر، وأن أهل النوبة يضعوا تطور مصر. أن أهل النوبة مع أمن واستقرار مصر وتطور مصر والخير لمصر، ولا نسمح بأي كان بالمزايدة على انتمائنا، لأننا بنطلب حقنا المشروع التاريخي، ولأننا أصلا جزء من هذا الشعب الأصيل، لنا جذور وعمق تاريخي معروف للجميع. بالنسبة لعلاقتنا مع الدولة والمسودات اللي تمت، أنا هركز على 3-4 نقط. النقطة الأولى، المسودة الأولى لما طرحت علينا لقينا فيها كلمة حق الانتفاع. الحقيقة احنا صدمنا من هذه الكلمة وقمنا بتعديلها، وقلنا ان احنا بنرفض حق الانتفاع ونطالب بالتمليك المباشر، وردينا لهم المسودة. ولكن للأسف المسودة الثانية أيضا ظهرت فيها كلمة حق الانتفاع، وهذا تعنت واضح وصريح من الدولة تجاه أهل النوبة. حق انتفاع ماذا؟ حط لي حق انتفاع وتحط لي انتهاء الكيان القانوني للحق الانتفاع، واحنا اصلا ما فيش ثقه بيننا وبين الدوله، يجي حد في يوم من الايام يقول لنا اتفضلوا اطلعوا. فاحنا بالنسبه لحق الانتفاع ده بنرفضه، والله يا بلد لن نتنازل ابدا عن حق التملك مهما حصل ومهما كانت تضحياتنا. هذا حقنا المشروع وحقنا التاريخي. النقطة الثانية بالنسبة طبعا النقطة الثانية بالنسبة لحرم البحيرة، عشان بس أنا عايز أوضح لكم مدى استخفاف الدولة بينا. في المسودة الأولى الدولة قالت لا يقل حرم البحيرة عن 3 كيلو، وفي المسودة الثانية
قال يعني بقى هيضحكوا علينا. قال لك ايه؟ لا يقل لا يزيد عن 3 كيلو. قال فيها فرق بين الاثنين، يقل ويزيد. وهم عارفين كويس جدا بان نهر النيل بالنوبيين بيعتبر هو الشريان بتاع الحياه بتاعهم. وغير كده ده في المسودة الثانيه حطوا لنا ايه؟ قالوا لا ده في اخوار، في اخوار موجوده عشان يعقدونا، وده دليل ان في واحد باللغه العاميه كده بينخور وعايز يعقد اهل النوبه، وده عمر ما هيحصل والله. مهما كلفنا هذا من التضحيات، احنا ورا مطالبنا ورا حقوقنا المشروعه لانها تاريخيه مهما كان. النقطه اللي بعد كده اللي احب اتكلم فيها، لما طلبنا الخريطه موثقه بتوضح الحدود النوبيه وتوضح مساحات القرى وتوضح ايضا المناطق الاستراتيجيه والمناطق الامنيه، لم يفيدونا باي شيء. شهور ولم يفيدونا باي شيء. وللاسف في غفله من الزمن وبدون سابق انذار يطلع القرار 3/4، ومن من بقرار جمهوري، يعني كأن كده المعنى بيوصل لنا لا يا نوبة، ده من رئيس الجمهورية للعدالة الانتقالية، الكل ضد النوبة. للأسف القرار 3/4 ده اللي هياخد من 25 لـ30 كيلو إلى الجنوب مع الحدود، واللي هيفقد بيه أهالينا، لأن في قرى المفروض تكون موجودة في هذه المناطق، دول هيروحوا فين؟ على الصفحة بتاعتي الإلكترونية ثورة النوبة الإلكترونية، حواري مع الشباب، الشباب كله غاضب ومن حقهم، الشباب كله غاضب وبيقول لي لا ده احنا عايزين تدويل، لا ده احنا لازم نرفع قضية للأمم المتحدة. واحنا طبعا عشان كبار، احنا عشان كبار بنهدي فيهم، احنا عشان كبار بنهدي فيهم وبنقول لهم لا لا يا نوبة، احنا الحل بتاعنا من هنا، الحل بتاعنا من داخل مصر، حلنا من داخل مصر مهما حصل، لان الشباب غاضب جدا وغضب كبير جدا. عشان كده انا بقول للسيد رئيس الجمهوريه، ما احترامنا له وتقديرنا لمجهوداته في الخارج والداخل، عايز اقول له يا ريس خد بالك، خد بالك هناك بركان من الغضب داخل الشباب لا يعلم مداه الا الله، ونحن لا نتمنى في يوم من الأيام أن ينفجر هذا البركان. فيا ريت رئيس تكون رحيم على أبناء النوبة، وتذكر يا رئيس كلمتك قبل الرئاسة إن هذا الشعب، إن هذا الشعب لم يجد من يحن علي ويطبطب علي، وإحنا يا رئيس في عهدك للأسف ما لقيناش اللي يحن علينا ويطبطب علينا. في النهاية أقول لكم، في النهاية أقول لكم تحيا مصر وتحيا النوبة، وشكرا لكم. أعرف إن إحنا في ناس كتيرة اللي بتعرف الأصول بتعرف معنى كلمة أهل النوبة، وأنا كنت دايما بقول لهم إن أهل النوبة هم أطهر وأنقى أعضاء الجسد المصري. أنا كضابط سابق في القوات المسلحة لما زرنا بلاد كتيرة ولفينا، كلنا كنا بنرجع مبسوطين لما بنروح ونقعد، مش عشان الطبيعة الجميلة ومش عشان البلد ولا الرسومات اللي هي مطلوبة الحفاظ على الفلكلور والعادات والتراث بتاع أهل النوبة، وأنا بقول إن العادات والتراث بتاع أهل النوبة مطلوب الحفاظ عليه لأنه ثروة قومية. الحقيقة
الحقيقة أن أنا شاركت في أكتر من موقف ومش عايز أتكلم عن نفسي من ساعة من قبل انتخابات لما عملنا النوبة تنتخب رئيس تختار رئيسا وشاركت في كل الأحداث لأني على صلة مع ناس كتير. بس أنا اسمحوا لي واسمح لي المنصة الكريمة نتفق الأول على إن يكون لدينا محددات ومعايير لاختيار من يتحدث باسم النوبة. أرجوكم لا تعيبوا على الدولة، أرجوكم لا تقولوا إن الدولة عملت أو ما عملتش، قول اللي طلع من عندي يمثلني قال مطالبنا ولا ما قالش. كانوا رايحين متفقين على المبادئ اللي تحمي حقوق وطلبات أهل النوبة ولا كانوا رايحين مختلفين؟ يبقى احنا من الأول يا أستاذ منير والجمعية والجمع الكريم نتفق الأول على ممثلين حريصين على حقوق إخواتهم وأهلهم، نتفق الأول على إصلاح وترميم البيت من الداخل عشان اللي يروح يطالب بحقوق إخواته وأهله يبقى بيتكلم من موقف قوي ومحدش يقدر يكسر له كلام. دي النقطة الأولى. يعني اسمحوا لي ان انا اتدخلت لان انا شويه بقالنا اكتر من كام سنه مشاركين وعارفين، مش راضي اقول الجمعيات ومن يتحدثوا باسمكم كسر من الناس يعلنوا انهم كل واحد فيهم هو الممثل الوحيد لاهل النوبة وان هو اللي يملك الغالبيه. هذا الاختلاف وهذا التشدد هو ما يدفع الدولة لعدم الاكتراث بالمطالب. صدقوني إذا وجدوا أهل النوبة على قلب رجل واحد محدش هيقدر يكسر لكم كلام تاني. وأنا من موقعي في حزب حماة الوطن وهو حزب يحمل صبغة العسكريين المتقاعدين بقول المنصة الكريمة التوصيات التي تخرج بها هنتشرف، أنا هتشرف إن أنا أخلي السيد الفريق جلال هريدي يرفعها إلى رئاسة الجمهورية. إذا كنتم متفقين على قلب رجل واحد سنرفع مطالبكم، حزب حماة الوطن هيرفع مطالبكم إلى أعلى مستوى في الدولة. أرجو أن يكون هناك توصيات محددة تخرج من هذا اللقاء يأتي إلينا أو نجي له إحنا، بس نجتمع على ورقة محددة النقاط محددة المطالب نذهب بها إلى أعلى مستوى في الدولة لأن هذا حق مشروع. وأنا أعلم تماماً ما تم لأهل النوبة على مدى أكتر من 90 سنة، أنا عارف كويس وحافظ كويس. وأبكانا الأخ الصديق الأستاذ حسين بتاع الأهرام في اسكندرية لما عرض الصور بتاع التهجير وكان موجود عدد من الوزراء أبكى الجميع بصور التهجير. كل الناس في الوطن تحب وتقدر أهل النوبة، فقط اتفقوا أولا وستحقق لكم مطالبكم العادلة إن شاء الله. شكرا لكم.